اكيد وانت بتتفرج معانا هتقول مش كفايه 15 نقطه النادي الاهلي اتحرم منهم، لسه كمان هتعرضوا لقطات غير مؤثره. ايوه لسه هنعرض لقطات غير مؤثره، لان زي ما بنقول اللقطات الغير مؤثره دي هتثبت ان النادي الاهلي تفوق كام مره على اخطاء تحكيميه كانت ممكن تحرمه من نقاط اخرى. وزي ما قلنا هو ده اصلا الجيم. مباراه المقصه اللي النادي الاهلي كسبها 3-1 كان بيحكمها ابراهيم نور الدين، وكان على الفار دسوقي، محمود دسوقي، اللي زي ما اسامه قال لكم كابتن سيد عبد الحفيظ قال بياخد القرار اسرع ما بيتاوب مع النادي الاهلي. وفعلا محمود دسوقي كان عندنا وقفات معاه خلال الموسم مستحيل مستحيل تكون عندك خطا والجميع يطلع يقول لك على فكره انت غلطان في الحاجه دي وتتكرر تاني وتغلط فيها. لعلها مفارقه، ما اثرتش في نقاط بس هتاثر في رؤيتك وانت بتتفرج للدنيا كانت ماشيه ازاي. نشوف الهدف الملغي والذي لم يحتسب للنادي الاهلي واتلغى ليه وكانت واقعته ايه. نطلع ونشوف الفيديو. ان اللي بيقوم بعمليه الرسم الخط والحاجات دي مش الحكم، نعم، يعني الاوبريتور اللي هو معاهم الراجل زي المخرج او المهندس، نعم، اللي بيبدا يعمل لهم خط التسلل عشان الناس ما تظلمش الحكم اللي قاعد على الفار. نعم. نعم. فطبعا عملوا الخط بشكل بين له ان لاعب النادي الاهلي في حال موقف تسلل، لكن اهو احنا دلوقتي هنشوفوا انا عملت ايه. شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا. شوف الخط لما يطلع الثاني هنمشيه على خط المنتصف. هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو شارب معاه بالظبط. اذا الخط ده لا معوج يمين ولا شمال، مع خط يرجع تاني هنرجعه تاني اهو مع اللعيب. فين التقدم للاعب النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه. بكتفه فين؟ اذا كان اللي هو مش معدي ده ايده النازله والقدم. انا بقول لحضرتك ما هو الاعتقاد، هو لا هو اللي عمل له خط تسلل عمله له بشكل خاطئ، هو ده السبب. لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100%. يعني التسلل مش موجود والهدف صحيح، بس كمان محمود دسوقي مش بريء من اللقطه اطلاقا، لان محمود دسوقي هو اللي مسؤول ان هو يحط الاوبريتور النقاط بتاعه كل لاعب الخصم ولاعب اللي سجل الهدف عشان خاطر يبدا يحدد من خلالها ويحط الخط. بس الاهم ان في اللعبه الواضحه والصريحه دي اللي محمود دسوقي كان عنده خطا فيها في تحديد النقاط الخاصه بكلا اللاعبين، ممكن تعتقد لوهله ان هي الواقعه الاولى وان القرار ده كان خطا بالصدفه. محمود دسوقي منور منور. محمود دسوقي لو ادينا له عنوان تخصص الغاء اهداف للنادي الاهلي، ده هيخلينا نفكر هو ليه محمود دسوقي ما خدش وقت في هدف الاهلي او هدف ياسر ابراهيم في مرمى طلائع الجيش. اذا كان الاهداف الصحيحه اللي مش محتاجه غير انك تحدد اخر نقطه في جسم اللاعب المهاجم وجسم المدافع وتاخد خط، ما حسبتهاش. ده مش مره، لا تعالوا نشوفه كمان في مباراه سيراميكا كليوباترا بنفس الطريقه بنفس الخطا بيحرم النادي الاهلي من هدف محقق. ليه؟ لان محمود دسوقي المنور تخصص الغاء اهداف للنادي الاهلي. نشوف الفيديو. ادي قدم اللاعب هناك ورا. انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل. طلع هي مش دي اللي موجوده عنده؟ لا مش هو مش عندوش البيرو ده، هم عندهم تقنيه ثانيه ما اعرفش ايه التقنيه بتاعتهم، لكن هم تطلعوها بالشكل ده. نفس الزاويه اللي احنا بنشوف منها دي ولا زوايا ثانيه؟ نفس الزاويه، ما اللي جابوها الخطوط اللي من فوق الحاجات المجرده ما فيهاش. انا ما اعرفش، ما ده اللي انا عايز اقوله. مش هيدا اللي ما فيهاش اوفسايد؟ لا انا بالنسبه لنا هنا ما عنديش تسلل، يبقى ما فيش برافو للمساعد. هدف كمان بيلغى بواسطه محمود دسوقي. عدوا كده الاهداف اللي بتلغى وعدوا ركلات الجزاء اللي بتلغى وتعالوا كلموني عن فكره دوري وعن فكره احنا اول نادي خدنا الدوري لما طبقت تقنيه الفار. هي دي تقنيه الفار؟ هي دي بجد تقنيه الفار؟ لما يكون حكم مش عارف يظبط تسلل وقدامه شاشه ويقدر يراجع نقدر نقول ده تقنيه فار؟ لما يكون حكم بيلغي لك حتى هذه اللحظه ثلاث اهداف صحيحه دي تقنيه فار؟ على مين؟ انا عامل زي اللي جبت لك عربيه بس انت ما بتعرفش تسوق، كل شويه اقول لك انت مش عايز تروح المشوار بالعربيه، ما انا اصلا ما بعرفش اسوق. هو ده الوضع بالظبط، انتوا بتحاكمونا على تقنيه الفار اللي كانت تقنيه فار على الورق بس. طيب تعالوا بقى نشوف مباراه المقاولين. الاهلي فاز 3-2
وكان ممكن يتعادل وكان ممكن يخسر نقاط، وعمل اللي احنا بنقوله انه حاول ينتصر كمان على الاخطاء التحكيميه. كان حكم المباراه محمود ناجي وكان على الفار جهاد جريشه. نطلع ونشوف الفيديو ونشوف التعليق على المباراه دي دلوقتي. بس هنا بص، هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الاهلي. انا كنت متوقع ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكره دي، بس الكره دي ما اتعدتش. دي الكره اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الاهلي كان بيعترض عليها، ان ولا حكم الفيديو ناداه ولا شاف. يعني من وجهه نظرك دي ضربه جزاء؟ دي ركله جزاء. عندك لعيب النادي الاهلي بيجري وفي واحد في ظهره مكمل في ايده، اما تلاقي اما لو جبناها تاني هتلاقي ايد المدافع بتاع المقاولين مكمله. ضرب الجزاء واضحه وصريحه. كابتن جهاد جريشه واعد على الفار شاف ان هي مش ضرب الجزاء، بس كابتن جهاد جريشه بتقنيه عين الصقر كان شايف في مباراه بيراميدز لمسه اليد على احمد سامي، وعكس كل المحللين كان شايف ان هي ضرب الجزاء لصالح الزمالك. هو ده كابتن جهاد جريشه. المباراه اللي جايه دي بقى مباراه فاصله حاسمه توضح كل اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنقول في ازدواجية معايير واضحة، واسأل أي خبير تحكيمي واسأل أي حد فاهم قانون في كرة القدم وارد عليه الحالات دي والحالات دي هيقول لك ازدواجية معايير. لكن وارد يكون الحكم في اليوم ده كان موفق وفي اليوم ده مع اللون المختلف كان غير موفق، وارد. لكن الحالة دي بقى جايب لك نفس الحكم قاعد على نفس الكرسي قدامه نفس الشاشة نفس الفريقين نفس المباراة نفس الكورتين بيحصلوا، ولكن بياخد قرار مغاير. نطلع نشوف ركلة جزاء في مباراة الأهلي وإنبي اللي قدر النادي الأهلي فيها وقتها يفوز على المنافس والتحكيم. يعني هناك فرق ما بين الاحتكاك والمسك. الاحتكاك شيء والمسك شيء. الاحتكاك إن أنا أكون بلعب ده كده مسك. لو أنت بصيت لي دي كده، دي بالظبط ركلة الجزاء اللي اتحسبت على الأهلي. المسك ان انا ايه الاحتكاك، اكون انا بحتك بجسمي بايدي اني انا وعايز اخد الكوره، لكن ايدي انا كره هنا وبلعب الكوره بالرجل اليمين وايدي الشمال بتشد كده، ده بقى اصبح مسك ولابد انه يعاقب عليه. هنا دي كانت لابد انها تحتسب ركله جزاء، وكان لازم حكم الفار يجيب محمود عاشور، ممكن ما شافهاش التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، كان لازم الفار يجيبه ويقول له شوفها. الكابتن احمد الشناوي بيقول محمود عاشور يمكن ما شافهاش. طب ده انا لما جبناه يشوف قدام الفار رجع برضه بقرار مغاير. عايزه يشوف اللي في الملعب يا كابتن احمد. طيب برضه طيب زي حالتنا. طيب برضه الحقيقه طبعا الحكم كان الكابتن محمود عاشور، وخلاص قلنا الكابتن محمود عاشور منور معانا من الموسم الماضي ومواسم كتير الحقيقه، لكن لو بنتكلم عن مواسم الفار فقط لا غير. وطبعا حكم الفار نادر قمر الدوله اللي تقريبا كان مشغول في حاجه وقت ما كانت ركله جزاء النادي الاهلي لمحمد شريف فما شافهاش، هو شاف بس ركله الجزاء اللي كانت مع سعد سمير اللي قدر يسجل منها انبي هدف. لكن مباراه فاز فيها النادي الاهلي زي ما بقول على المنافسه فارس وعلى التحكيم بالفار. وفي يوم كان نادر قمر الدوله فيه مش مشغول خالص، يعني كان راجل دقيق التركيز. وتعالوا نشوف اصلا تركيزه ده كان صح ولا غلط. مباراه الاهلي والسيراميكا كليوباترا اللي فزنا فيها 4-0 وهدف ملغي للأهلي، مين حكم الفار؟ نادر قمر الدولة. نطلع ونشوف. فين إيد قفشة؟ فين إيد قفشة؟ مش باينة إيده. مش باينة يعني إيده. والتصوير إيده. الإخراج بقى هنا ما خدموش إنه ما جابلوش كاميرا في ظهره، لو الكاميرا في ظهر الراجل ده تقول لك الكورة فين بالظبط، صح كده؟ يا سلام يا كابتن، مكان صورة اللعيب اللي ورا دي، لو في كاميرا في الحتة دي بتوري لك كانت هتوري لنا. تورينا الكرة جت ولا ما جاتش. طيب تمام. النهارده الفار هل قدم دليل واضح للحكم؟ حكم الفار بالشكل ده ما قدموش بنسبه كبيره، يعني بنسبه 100%. اذا النهارده حكم الفار اخطا. مع احترامي ليه حكم الفار اخطا، ضلله يعني عايز اقول ضلله، اداله دليل ما يبقاش دليل اصلا. يعني ما هو فين الدليل؟ فين النجاه في دي؟ نادر قمر الدوله اللي في مباراه انبي كان لسه اسامه بيحكي لكم القصه بتاعته، هو نادر قمر الدوله اللي ضل للحكم على حد وصف ابراهيم فايق، واللي هو اخطا على حد وصف كابتن احمد الشناوي، واللي هو كان مركز ومصحصح في حاجه اصلا هي خطا. هل في انسان طبيعي يعتقد ان ده صدفه؟ هل حد يعتقد ان لعبه ما فيهاش
لمسة يد واضحة وصريحة نادر قمر الدولة يكون شايف ده فيها ويصمم ويستدعي الحكم فيها، هل ده صدفة؟ خصوصا ان احنا وريناكم مباراة انبي قبلها، لو انت شايف ان ده صدفة طب انت راجل طيب زينا. هل بقى الكابتن نادر قمر الدولة ما يستحقش يجي ينور معانا جنب الكابتن طارق مجدي والكابتن محمود بسيوني والكابتن محمود عاشور والكابتن سيد شعبان؟ اعتقد يستحق، لكن عندنا زي ما حصل في الدور الاول، انت هتلغي لي هدف سيراميكا تلغي لي هدف في المقص، هتلغي لي هدف سيراميكا في الدور الثاني يبقى لازم تلغي لي هدف في المقص. بدور كده نشوف الهدف الملغي للنادي الاهلي ونرجع نعاقب. بس هم ادي احنا هنا ده لحظه لعب الكره. دي لحظه كده خرجت. دي لحظه لعب الكره. فين التسلل؟ يعني انا عايز اعرف الرجل مع الايد. هو ما رفعش المساعد. ما رفعش المساعد، فين التسلل؟ والخط بعد كده احنا في اخر يعني هجيب لكم الخط اللي هم عملوه. انا مش شايف فيه تسلل. ده الخط بتاع حضرتك ده لحظه انت؟ ده بتاعنا احنا هنا. دي لحظه لعب الكره. هو التسلل يحتسب بلحظه لعب الكره من زميله. هنا التسلل مش موجود، ويعني انا مش شايف يعني حتى الخط بس العمودي. بس برضو اسمح لي يعني موجود طارق مجدي وموجود عاطف حسين. ده خط الفار بقى. بص ده خط الفار. وادي خط الفار. قول لي فين التسلل يا كابتن؟ اعتقد الكابتن طارق مجدي هو الايقونه بتاعه النور هنا، الايقونه منور تماما. يعني مش بس ان هو ما بيحسبش ركلات جزاء، مش بس ما بيحسبش اهداف على بحجه الاحتكاك، حتى الاهداف الصحيحه لفكره ان هو يحدد خط التسلل مش عاوز يحسبها، وبيلغي هدف صحيح للنادي الاهلي. عشان برضو نكون منصفين، حكم الساحه الكابتن محمود عاشور، لكن هو غير مسؤول عن النقطه دي. احنا بنقول لنا شفت احنا حقانيين ازاي برغم ان احنا طيبين، بس حقانيين طبعا. احنا عرضنا مفارقات توضح قد ايه كان في تناقض وازدواجيه، ولكن من المفارقات دي كمان كان اللقطه بتاعه كابتن ابراهيم نور الدين وسرعه كابتن محمد الصباحي في اتخاذ القرار. انا بشوف يا اسامه ان اللقطه دي، عارف انت لما تبقى عامل حاجه سيناريو كاتبه حلو قوي، فلازم في النهايه تكون عامل مشهد كده بيبقى الماستر سين بتاع القصه. بشوف سرعه محمد صباحي وهو بيحسب لصالح الزمالك عشان الفار يرجعه، وابراهيم نور الدين وهو ما بيحسبش بيشيلها للفار يشوف هيقول له ايه، وما قاليش خلاص الفار ما قاليش انا هعمل ايه. بشوف ان ده الماستر سين بتاع الدوري. التناقض في اللحظه دي هو اللي بيلخص كل اللي احنا قلناه ده. دي لحظه من اللحظات. بس بما انك اتكلمت عن الكابتن محمود بسيوني، الكابتن محمود بسيوني في مباراة الأهلي وبيراميدز كان حريص كل الحرص إن فريق بيراميدز يلعب 11 لاعب أمام النادي الأهلي. دونجا طالع برجليه وبيضرب حمدي فتحي في لعبة تستحق الطرد. الحكم محمد عادل إدى إنذار فقط لا غير. عدالة السماء تغلبت على التحكيم هنا. هنا بمشي الأهلي تغلب على المنافس والتحكيم، لا دي عدالة السماء اللي تغلبت على التحكيم والفار هنا في مباراة الأهلي وبيراميدز، لأن دونجا بعدها بثلاث دقايق بالكتير كان عامل فاول يستحق الإنذار الثاني، فبدل ما كان هيطرد طرد مباشر محمود بسيوني رفض إن هو يطرد طرد مباشر عشان المباراة تمشي 11 قصاد 11، فتيجي عدالة السماء وتهور دونجا إن هو يعمل فاول ثاني يستحق عليه الإنذار الثاني فيطرد. شفتوا قد إيه الحالات دي لما بنحط عليها سبوت كده بيبان إن الأمور مستحيل تكون صدفة. اللقطات اللي بنتكلم عنها زي ما اتكلمنا عن ازاي هدف بره نقطه خط المرمى بيتحسب في ثانيه، والحامل الرايه اللي واقف في نص الملعب اللي مش عارف ازاي هو شافها جول بيجري بسرعه على دايره السنتر على خط السنتر عشان يدي هدف في الوقت اللي هدف في ثلاث ثواني محدش بيحقق فيه، لان الهدف ده مين اللي جاب؟ ده النادي الاهلي اللي جابه. هنلغيه، ايه المشكله؟ ايه المشكله هنلغي الهدف؟ لكن في لقطه ثانيه برضو مهمه مع مين؟ مع الكابتن طارق مجدي اللي احنا قلنا ايه في مباراه الاسماعيلي تجاهل ركله جزاء مع محمد حنفي برضه لجونيور اجاييه. لا، نفس طارق مجدي في مباراه سيراميكا مع المنافس استوحى ركله جزاء واستدعى محمد الحنفي. محمد الحنفي له وقع مع مباراه سموحه والزمالك لما كان في طارق حامد بيدهس رجل جناح عبد الكريم وادي جناح سموحه في الدقيقه 7، فتم استدعاء الحكم محمد الحنفي شاف من زاويه تانية في دهس، مفيش ضربه جزاء. ليه؟ اصل الدهس المره دي في موسم 2020 2021 زي ما حضراتكم شايفين
مباح داخل منطقه الجزاء لنادي الزمالك. زي ما قلت من بدايه الموسم ان لمسه يد احمد توفيق في موسم 2014 2015 كانت مباحه، ما احنا لازم ندي موسم كل موسم استثناء معين. فنفس محمد الحنفي رجع شاف بعينيه الفار وخد قرار عكس الفار في ماتش سيراميكا، مستحيل ياخد ايه قرار عكس الفار، وده اللي احنا قلناه فين في 13 اكتوبر 2020. مشاهد بتوضح قد ايه في مشاكل وفي ازدواجيه واضحه جدا جدا للمعايير. خدوا بالكم احنا هنا لا بنتعرض لسمعه حكم ولا لشخصيه حكم، احنا هنا بننتقد فقط لا غير مستوى حكم. لو الحكم اللي احنا جبنا سيرته وجبنا اخطائه باراء خبراء التحكيم راضي امام نفسه ان هو يقعد يسمع الفقره دي ويشوف ان هو كان موفق او كان بينفذ او بيطبق قانون، لان الكابتن محمد الحنفي في مباراه الزمالك وسيراميكا رفض يطبق القانون، لان ابو جبل لما طلع ضرب الكره بايديه يستحق طرد، بس هو اداها فرصه جت جول، واعتقد كان اسعد واحد في الملعب انها جت جول الكابتن محمد الحنفي. ليه؟ جول و11 قصاد 11 هيسهل تعويضه زي ما حصل، لكن طرد وتعادل و10 قصاد 11 الامور هتبقى صعبه، والجول بيلغي الطرد، بس ما طبقش القانون في ايه؟ ورجعوا لخبراء التحكيم ان الكابتن محمد الحنفي كان يجب ان يمنح انذار عقوبه اداريه لابو جبل، ولكن الكابتن محمد الحنفي رفض تطبيق القانون. وجايين تقولوا اول موسم بيتطبق فيه فار انتم ابطال الدوري، مبروك عليكم الدوري. اسامه انا كنت فاكر فعلا ان انت بتقول جمله انا طيب بهزار، لا انت طيب فعلا، انت تعتقد ان كل الحكام اللي عملوا ده هو مستني يقعد يراجع نفسه ويقيم اداؤه؟ يعني انت شايف محمود دسوقي في قراراته فضل ياخد مباريات بعدها، جهاد جريشه في مباراه بيراميدز يطلع رئيس الاتحاد نفسه بعدها بعد خطا لصالح الزمالك في لقطه يد احمد سامي ويقول ايه؟ ويقول جهاد جريشه مش موقوف. محمود عاشور بياخد مباريات بعدها زي ما انت قلت تاني يوم كان بيحكم للنادي الاهلي في مباراه انبي، هل تعتقد ان دي حكام مستنيه تقييمها؟ طبعا على الاقل تستنى اقاربها يقيموها، يعني على الاقل تبقى شايف ادائك بالشكل ده هتكون راضي عنه؟ صدقني هتكون راضي عنه؟ ايه الفايده اللي انت خدتها؟ مش فاهم. بتضحك ليه؟ مش عشان انت مش فاهم. بعيدا عن كل اللي قلناه انت عايز تعمل مش فاهم.